هل تعلم الشرع صعب ولا سهل؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا، أي والله لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وانت تسمع في بعض المسابقات يجي من باكستان، يجي من أوروبا، يجي من كذا، يجي من أمريكا وكذا، ويقرأ القرآن قراءة ما شاء الله، صح؟ من علمه؟ ما يعرف كلمة واحدة بالعرب ويقرأ القرآن ما شاء الله أحسن من عبد الباسط. من علمه؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. وكيف كان الصحابة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانوا يا أخوان؟ ها؟ علماء؟ لا، كانوا على الشرك الأكبر، ضلال، ومنهم من يعبد صنم من تمر، وإذا جاء المساء أكل. لكن لابد تتعب قليل، تعب قليل، مو شيء يسير، خاصة مع هذه الأجهزة. خل الجوال يعمل معك في العلم، في التعلم، تمام.